طبعا كل سنة وانتم طيبين. وانتي بألف صحة وسلامة. الجميل بعد رمضان ان احنا بيبقى عندنا فترة هدنة. صح. فترة العيد. العيد ففترة العيد طبعا بالإضافة للاحتفالات ومظاهر الاحتفالات بتبقى فرصة لطيفة ان احنا نعيد ترتيب الساعة بتاعت البيت. صح. لان كلنا ساعتنا البيولوجية طبعا بتضطرب جدا دمرت. في رمضان. طبعا. بالضبط. النوم بيبقى مقطع ده اذا كان كافي اصلا. وناس كتير مننا يعني ربنا طبعا بيقوينا وبيعيننا وكل حاجة. بس اجمالا بيبقى نومنا مقطع ومش منتظم. بالذات كمان ان السنة دي اعتقد من يعني اول سنة رمضان يجي والدراسة شغالة بشكل دراسة. منتظم. مدارس فعلا. وجامعات. فعلا. وبالتالي اكبر تحدي بيبقى فترة العيد ان احنا نظبط النوم. صح. ايوه. لو النوم اتظبط كل حاجة بالترتيب بتقع في مكانها. دي مشكلة. ظبط النوم حقيقة. ده لوحده مشكلة. ازاي بقى نرجع نظبط يومنا؟ يعني فكرة ان انت بتغيري بدل ما كنتي بتصحي بالليل وتنامي بالنهار. لا ده احنا عايزين نعكس تاني ونرجع. صح. نعمل ايه بقى؟ اولا بيبقى فيها طبعا كذا خطوة. اول حاجة انا عارفة ان كلنا بنطلع من رمضان وحشنا جدا القهوة وحشنا جدا الكافيين بكل بقى مشتقاته وبكل اشكال القهوة. نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نشربش قهوة بالليل. تمام. نحاول على قد ما نقدر ان احنا ننسق ونرتب مع اهل البيت. وده طبعا موضوع بالنسبة لولادنا بيبقى مستنكر شوية في العيد. لا طب نسهر طب ننبسط. انا في اجازة. ضد ده خالص. خدوا اجازاتكم براحتكم بس لازم يبقى فيه ميعاد احنا متفقين عليه للنوم. البيت هيقفل الساعة كذا. صح. عشان اهل البيت كلهم يبتدوا يدخلوا في مود النوم او الهدوء. من قبل النوم مثلا بنص ساعة. بالذات لو في اطفال صغيرين فهم مش هيدخلوا يناموا والكبار صحيين. طبعا. فمن المنطقي ان احنا ننسق مع بعض. بس اللقطه دي هتبقى امتى؟ نهيئ البيت كمان لجو ان احنا خلاص داخلين دلوقتي في مود النوم حقيقي. يعني نحاول نقلل على قد ما نقدر من النوم المقطع على مدار النهار. لان احنا طبعا طالعين من رمضان. رمضان يعني الناس اللي بتشتغل بقى دوام كامل بيرجعوا يخطفوا ساعه ونص او ساعتين قبل الفطار. الامهات الابطال يعني طبعًا. اللي ورا خط النار زي ما بيقولوا. بالظبط. تدخل بعد كده تحضر فطار. ممكن تنام شويه بعد الفطار. تصحى عشان لو هتصلي مثلا قيام ليل شويه وهتلاقي نفسها داخله على سحور. النوم ساعتين ساعتين ساعتين. نوم متقطع ده بيتعب. نحاول على قد ما نقدر في فتره العيد نقلل النوم المتقطع. بحيث ان احنا في ميعاد النوم الطبيعي. اللي هو مثلا ما بين 9 هنقول مثلا 10 ونص 11 بالليل. خلاص يكون الجسم جاهز انه يدخل بقى في وضع سبات واستكانة. في وضع الثبات. بالظبط كده.